تعال نروح لتقرير بسرعة جدا عن 30 فرقة مصرية وعربية وأجنبية بيستعدوا لإيه؟ أقول لك الدورة الـ16 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، وده اللي هيبدأ بإذن الله من 22 ل 28 سبتمبر. استمتعوا ولازم تحضروا المهرجان ده، هيعجبك يعني. هتلاقي نفسك كده إيه في حالة تأمل طول الوقت وهدوء وراحة. هذا التقرير الجميل والرائع ثم فاصل وهنرجع نكمل الكلام. احنا سعداء جدا بان احنا بنحتفل بمرور 16 عام من تأسيس المهرجان، 16 عام من الإبداع والتألق، منظومة كاملة الحقيقة شاركت في هذا النجاح على مدار كل الدورات، وزارة الثقافة وزارة السياحة والأثار. يعني شوفي بقى كام وزير على مدار 16 سنة، كنا فعلا منظومة محبة لمصر، لأن احنا بنؤكد على جوهر الأديان، المحبة والتسامح والسلام واحتضان مصر كافة الأديان بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون، ونرسل فعلا رسالة إلى العالم كله مش بالكلام ولكن بالفعل وبالثقافة وبالفن من خلال مهرجان سماع وملتقى الأديان اللي هو من 22 سبتمبر إلى 28 سبتمبر. 22 الافتتاح الساعة 8:30 في مسرح السور الشمالي، والختام وملتقى الأديان برضو في الختام 28 سبتمبر مسرح السور الشمالي بالبوابة الفتوح الساعة 8:30. ما بين ده وما بين ده فعاليات في بيت السناري وفي قبة الغوري. الحقيقة هذه الدورة متميزة بمشاركات لأول مرة بتشارك من الخارج. عندنا تاتارستان لأول مرة بتشارك في مهرجان سماع، عندنا اليونان، عندنا الحقيقة مشاركات كلها متميزة جدا السنة دي. توقيته زي ما قلت في البداية بتزامن مع المولد النبوي الشريف، وفي احتفالية خاصة إن شاء الله لهذه المناسبة، واحتفالية متميزة جدا ومفاجأة لجمهورنا الحبيب. احنا بننتظر كل الجمهور إن شاء الله في مسرح السور الشمالي يوم 22 في الافتتاح الساعة 8:30 هنبدأ.